اغرب شيء والملح اللي دائما سمعيه بقعدات الاقارب بالمناسبات اي انه شهد يعني صار عمرها 30 سنه وطبيبه وناجحه و ليش ما تتزوج؟ هذا السؤال اقولهم بالسم نصيب بس لا يقارنونك ومساله خطيه دي شوفه دكتور لا اذا علي قارنون فقاموا يقولون مواليد 2000 الزوجه وصار عندهم اطفال وانت لسه زين اوكي تمام وبعدين انا مقتنعه يعني فكرتي من الزواج مستحيل افكر بيوم اتزوج لغرض انه لازم اتزوج او لانه وصلت عمر معين او لانه فلان ما ينرفض من اي بنيه مستحيل اتزوج بهالطريقه